مرحبا، بالنسبة لكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، مواصلين معكم لقاءنا اليوم في هذا المساء. بدينا معكم بعد أخبار الستة، مواصلين حتى الثمانية في لقاءنا لموعد الأربعة من هذا المساء. مش نحكيو سينما بعد ما كنا مع المجتمع المدني ومع جمعية تعنى بمرضى مزروعي النخاع العظمي. توا نخاع عظمي، من ناحية أخرى ما مسألة السينما وما أدراك ما السينما والاقتصاد في السينما، ومبادرة انطلقت توا تقريبا منذ سنة في محاولة إعطاء فرصة للسينمائيين لأهل القطاع أنه يعيشوا فعلا من هذا القطاع، مش يعيشوا بمعنى أنه ياخذوا الفتات، بمعنى أنه يدخلوا هذا العالم الكبير اللي اسمه السينما في المنظومة الاقتصادية. وإحنا كنا عملنا حصة خاصة بهذا من قبل، ومواصلين في سلسلة اللقاءات، والمرة هذه بعودة أيام الخميس للقاءات الفكرية للمجمع الاقتصادي السينمائي. باش يكون غدوة آخر لقاء في الثلاثية اللي تعديت نحكيو عليها. يسعدني اني نستضيف طبعا بحذية الضيوف، وما نجمش نبدا برئيس المجمع، خلينا نبدا بنائب الرئيس اللي هو زيد الفنان قدير، الفنان السينمائي المخرج السينمائي هشام بن عمار. مرحبا بك. اهلا وسهلا. كيف انك؟ شنو الحمد لله. وحشنيك في استوديو هذا الحق. وحشنيك تجيب حذينا وتحكي لنا والسينما والوثائقي، ومن بعد السينماتيك وقت اللي انت شديتها المكتبه السينمائيه، يعني صحيح. تقريبا ديما بحذينا نحكي لك. لكن توا قاعد مثل هاي بحاجه اخرى، وقاعد ننشط مع محمد علي في معناتها المجمع، وقاعدين نقوموا بمبادرات باش تلم الشمل، باش تجمع ما بين السينمائيين ونقدموا مع بعضنا معناتها في اتجاه الاصلاح الافضل اللي طالبين. فما امل؟ بيان سور فما امل. يعني ما دخلت في الحكايه اللي تعرف انه ما دخلت في المعمع نقولوا الا خاطر الامل هذايا هو اللي قاعد ينشط فيها. نعم، المنتج السينمائي محمد علي بالحمرة، مرحبا بك، بلاصتك تعرفها ديما قاعد غاديكا بحذينا. هيك نذكروا انت طبعا رئيس هذا المجمع الاقتصادي السينمائي وصاحب المبادره اللي حركت عليها وتحاول توصلها او وصلتها لمجلس النواب وللوزارات، ودخلت في شراكات من خلال هذا المجمع. هيك نذكروا الناس بالمبادره تحديدا، وخاصه بالايام الخميس اللي تمثل لقاءات فكريه مهمه لنقاش هذا الوضع وكيفاش نجموا نقدموا به. هو هي المبادرة سي هشام بن عمار وانا وسي عبد الطيب مومن وسمية جلاسي. انطلقنا وقتها بموضوع كيفاش نعملوا خطة عمل ولا خريطة طريق لإنقاذ الوضع معناتها في قطاع الصناعة السينمائية، ثم انتهينا بمشروع قانون اللي هو مقترح قانون الصناعة السينمائية اللي تو في البرلمان وتم نقاشه في جلسة أولى في لجنة الثقافة والسياحة في شهر جوان. وقتها ديجا احنا عندنا لقاءات الخميس السينمائية في دورتها الأولى، نسختها الأولى، وقتها التقينا أكثر بالمنوال الاقتصادي، كيفاش نغيروا المنوال الاقتصادي لقطاع الصناعة السينمائية، وجاونا برشا ضيوف من وزارة الاقتصاد، وزارة المالية، ووزارة التقنية، وزارة السياحة، فخدمنا على كيفاش نحسنوا مناخ الأعمال في القطاع هذايا. كان في شكل ورشات أعمال، ورشات ورشة حوارية، ورشة يعني حوارية. الضيوف يحضروا، نطرحوا نحن المواضيع اللي باش يتم نقاشها في الجلسة هذيك، ثم هم يقدموا مقترحات، ثم نستمعوا الى مقترحات او تعليقات من الحضور، وكل هذا يتم تسجيله في لايف ستريمينج، واحنا من بعد ناخذ الخلاصات. ومثلا في لقاءات نتاع ثلاثه لقاءات نتاع شهر جوان وقتها اللي عملناهم على المنوال الاقتصادي في قطاع الصناعه السينمائيه، خرجنا بلان داكسيون على تحسين مناخ الاعمال والتحول الاقتصادي. ثم قلنا تسجيل هشام في الصيف، قلنا لازم في العوده هذايا في الرونتري يكون عندنا برنامج في يخص كيفاش توا حضرناهم نحن المستثمرين باش ينجموا يستثمروا. اي اما كي يحلوا قاعات داخل الجمهوريه لازم يكون فما جمهور، دونك لازم نتلاقوا بالجانب الثقافي. هذاك علاش عملنا نسخه جديده في سبتمبر من لقاءات الخميس السينمائيه، لو 12 كنا حكينا على السينماتيك السينمائيه والارشيف، تو نخلي سي هشام اللي هو قدم مقترحات كبيره لانقاذ الارشيف وتثمينه. ثم عملنا القاعده الثانيه كانت على المهرجانات وكيفاش نعملوا ان ايكو سيستيم ريجيونال، وشنو هو دور المركز الوطني مع المهرجانات والمجتمع المدني باش ينشر الثقافه السينمائيه في الجهات. ثم الهيئه اللي حكينا فيها مع وزاره السياحه اللي هي هيئه تونس للفيلم
تونيزيا فيلم كوميشن، كيفاش نجم نتعاون باش نطوروا سياسه الاتصال لتسويق تونس كوجه للتسويق عن طريق السينما. عن طريق السينما نعم. ثم اللقاء تاع غدوه ان شاء الله اللي ان شاء الله يكون ناجح، على خاطر احنا حاولنا نهتموا برشا معناتها بالعلاقه بين المركز الوطني للسينما والصوره ومدارس السينما. خلينا نرجع للارشيف مع سي هشام بن عمال، ارشيف والمكتبه السينمائيه اللي انت نذكر معناها كانت مشروع امنت به كبار شاسيش وخدمت عليه. صحيح، ما نحب نقول قبل باش نواصل ناكد اش قال محمد علي، اللي للمره الاولى في الملتقيات هذه جمعنا ما بين خبراء واصحاب قرار من وزارات عمرها ما كانت تجتمع معنا. نعم. احنا كنا ديما جربه صافي نقعدوا مع جماعه الثقافه ووزاره الثقافه فقط. المره هذه جاونا خبراء من وزاره الاقتصاد ومن وزاره الماليه ومن وزاره السياحه ومن وزاره التربيه، معناتها امنوا بالمشروع، وجهه النظر امنوا بالمشروع بالطبع. لا لكن امنوا معناها نظريا ولا امنوا فعلا معناها على اساس انه يقدموا معاكم؟ اعطونا نصائح ووراونا حاجات امتيازات موجوده في القوانين الحاليه اللي احنا ما كناش نعرفوها. كيما شنو؟ مثلا امتيازات جبائيه، امتيازات فما صناديق معناتها تنجم تمول السينما، وهذا الكل ما كناش نعرفه. احنا كسينمائيين من اهل القطاع ما تعرفوش، المركز الوطني للسينما والصوره قلنا شكون اللي نجم يعمل الحوصله هذه باش يعمل يراقب ويجمع ويخلق اللي نقولوا بالفرنسيه السينرجي ما بين هالمؤسسات الكل اللي تنجم تفيد السينما. دونك حاجتنا اليوم بحوكمه جديده في ميدان السينما، والحوكمه هذه ما يقوم بها الا المركز الوطني للسينما والصوره اللي هو عنده قوانين ونصوص ممتازه لكن مكبل بعدم المراسيم التطبيق. يعني شنو مكبل؟ يعني عنده قوانين ولكن هو ما عندوش قوانين نتاع 1969 معناها 1960 معناتها اللي هو تاسس بعد الثوره، معناها المركز الوطني للسينما والصوره 2011. المركز الوطني للسينما والصوره كان رمز الثورة. وبالنسبة للسينمائيين كان ينجم يعطينا جوانح. بعد تسعة أشهر من اللي تعمل. بعد تسعة أشهر معناتها تخلق عام في عام 2011 في سبتمبر. نتذكر معناها. واحنا سنين نحكيو على المركز الوطني للسينما والصورة وحكينا وكيفاش باش يصير. ظهر لي معناها. باش نرجعوا للسينماتيك. السينماتيك. ذاكرة احنا نحبوا المشكلة هذه تندرج في النطاق العام. اللي يعني. ما فماش إصلاحات ما تمسش اي ما اي اي مرحله من صناعه الفيلم، يعني من التكوين الى صيانه الذاكره، ومعناتها ناخذ بعين الاعتبار الانتاج والتوزيع والصناعات. محمد علي قال اللي انت قدمت مقترح معناها فيما يخص هذا. ايه قدمنا مقترحات، معناتها مقترحات وحلول. كامل تراجع مقترحات وحلول معناتها فاش تتمثل مقترحات وحلول؟ مثلا نخلقوا بوست معناتها في السينماتيك نتاع مدير اداري بحت. ما فما خط الان فما كان مدير فني يتعامل مع الاداره العامه تاع سي ان سي. المشكله هي مشكله حوكمه ومشكله استقلاليه السينماتيك. فما ناس يقولوا السينماتيك حاجتها باستقلاليه تامه ولازمها تخرج من سي ان سي، وهي هذيك اللي علاش تعملت هي من الاول اصلا، يعني انه تكون معناها خارج يعني المساله هذه. لا جزء من تكون معناتها كان جات الحوكمه في السي ان سي سليمه راهي السينماتيك تتطور بطريقه طبيعيه، يعني لكن فما حاجات اللي مكبلتها. دونك لازمنا نلقاو لها حلول باش تنجم تتصرف وتتطور معناتها بطريقه اخرى. هل انه التطور بطريقه اخرى محمد علي ينقصنا الافكار في تونس؟ يعني نتصور معناها وقت اللي انت معناها اصغر واحد نتصور معناها موجود فيهم، وعملتوا مبادره وحكيتوا تحكيوا في حاجات اللي تحكي فيها قبل، لكن التنفيذ المبادره هي اللي يمكن اللي كان ينقص المجموعه. شوف الاليات نتاع التنفيذ في اغلبيه القطاعات الثقافيه وفي الفنون الكل فما مشكل انه سلطة الإشراف يبدا فما أفكار جاية من القطاع كما الأفكار اللي كنا نحكيو عليها هذه، ولكن ما فماش تنسيق. يعني عامة بين شكون شكون؟
يعني الوزاره ما تنسقش مع القطاعات الفنيه باش الافكار هذيك تتبلور في مقترح قانون وتتبلور في تشريع معناتها ترتيبي امر، وخاصه عمليه تطبيق القوانين والتشريعات كما كان يحكي لك سي هشام واش قال لك، وقال لك سي فري هي تعملت بمرسوم المركز الوطني للسينما والصوره عام 2011، وسي فري المرسوم فرحنا به برشا رغم في بعض الحاجات اللي مهنات، ولكن كي تعملت سينماتيك عام 18 تعملت بناء على ان دوكري دابليكاسيون اسمه الامر 753 للتسهيل المالي والاداري، فالسينماتيك ديبارتمون، ولكن الديبارتمون هذايا ما يتمتعش بالاستقلاليه الاداريه، دونك يرجع للنظر للمدير العام، ولكن تصرف ساعات نتاع المديرين العامين اللي جاوا على راس المؤسسه هذايا نتاع المركز الوطني للسينما والصوره مع السينماتيك ما كانش في نفس التوجهات الاستراتيجيه اللي وقتها بدا بها المشروع، هو وقتها كان اول مدير فني لهذه المكتبه. نعم سي هشام بن عمار وقتها عملنا عليها حصه خاصه وقت نذكروا ساعتين واحنا نحكيو على الارشيف وتثمينه. صار ولا ما صارش؟ ما صارش، ما صارش. السيد الرئيس شد عليه الموضوع في افتتاحه للمعرض الكتاب سنه في ابريل، وكان معاه الوزير المكلف بالتسيير، فكل قائل شلون يمنع باش السينماتيك تعمل هاللابوراتوار هذايا مع شركاء اخرين اللي هما عندهم ارشيف سمعي وبصري وسينمائي، وعلاش احنا الذاكره نتاعنا ما نستغلوهاش ونتمنوها؟ تعرف انت تجيب تعمل فيلم وثائقي توا معناتها تستحق صور من الارشيف ما تلقاش، تمشي تشري من وجهه نظر اجنبيه. اي تمشي تشري من فرنسا. اي هذا اللي حب يعمل شيء هشام، هذاك علاش قال لك من بين الاقتراحات في الحوكمه نتاع السينماتيك قال لك نعملوا ان بوست مدير مالي واداري اللي هو باش يقوم بتسهيل الاجراءات الماليه والاداريه للمدير الفني باش ينفذ برنامجه على مستوى البرمجه الفنيه اليوميه نتاع المكتبه، ولكن زاد البرامج الاستراتيجيه نتاع المكتبه السينمائيه فيما يخص الارشيف. ثم غير المدير هذا قلنا نعملوا اربع مكتبات سينمائيه جهويه في الجهات، هذه الجهات من حقها يكون عندها الحق في الثقافه السينمائيه، فالمكتبه الجهويه السينمائيه على الاقل احنا عندنا خمسه قليل، نعملوا اربع مكتبات هي قاعه ومدير له بالبرمجه، هذا هو. يا اخي صعيبه للدرجه هذه المساله، صعيبه شيء شيء. ما ابتكرنا حتى شيء، خذينا الافكار الموجوده من عام 70 والمطالب تاع السينمائيين حوصلناها ونظمتوها ونظمناها وعاودنا عطيناها صيغه اخرى وقدمناها للجميع، وقلنا توا النقاش مفتوح. توا النقاش قاعد بشويه بشويه قاعد يبدا من خلال هاللقاءات الندوات، وفما ناس سينمائيين قاعدين ينضموا وفما مسؤولين قاعدين يسمعوا. توا احنا خليها تخمر. الفكره قاعده شو قلت؟ واحنا قاعدين نواجهوا توا في الراي العام ونحسوا في اصحاب القرار. تحركوا 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 زيد. هذا عندنا كيفاش نقولوها محمد علي عنده استراتيجيه ومنهج وعنده مثابره سيرتو، وانا معاه معاه كخول كبير ويستاهل القطاع اللي نقدمه. معناتها من عمناو لليوم قمنا بخطوات عملاقه، معناتها صحيح طول الايامات نتاع الكل. معناتها هي الفكره نتاع لقاءات الخميس السينمائيه بدات بضحكه قهوه قاعدين، قلنا كيفاش هما يقولوا فما عباد يقولوا اللي انتم ما شاورتوش القطاع الكل، قلنا يا خويا ها باش نعملوا لقاءات مفتوحه للناس الكل. عملناها وقتها في ستارت اب فيلاج ثلاثة لقاءات، قلنا هاو المنيو الاقتصادي اللي إذا كانت القانون تعدى في مجلس النواب هاو شو باش يربح المواطن التونسي العادي، هاو شو باش يربح الاقتصاد التونسي، هاو شو باش يربح السينما التونسي من القانون، لأنه القانون هيكلي كان ثم صعوبة جدا أنك تفسر الفرق بين نص ترتيبي واضح في موضوع معين ونص هيكلي يعطي التوجهات العامة للسياسة العمومية في السينما، كيفاش القطاع هذايا يصبح قطاع يساهم في الاقتصاد الوطني في البي بي تاع البلاد، يستفيد منه السينما يستفيد منه السياسي يستفيد منه المواطن العادي ويستفيد منه اللي بيعطي الخبز. زاد اليوم مش نبداو واقعيين، واحنا احنا احنا فاهمين الوضع المالي المالية العمومية التونسية، فما لازمش تطلب حاجات ما تنجمش تاخذها من اليوم من الدولة التونسية، عندها أولويات ممكن أهم من قطاع السينما، ولكن لقينا احنا حلول وهذا جديد. هو الافكار موجوده، جديد كيفاش ولفنا بين الافكار اللي كانت تتقع وحطيناها في نفس توجهات الحكومه، لانه يعني الاصلاحات الكبرى نتاع عام 22 الحكومه هو بده نفس البرنامج، فاحنا قلنا استقطاب الافلام الاجنبيه، تطوير الصناعه، تسهيل الاجراءات، الحوكمه في الاداره التونسيه، اصلاح المؤسسات العموميه ذات سببها الاداري، كل هذا ياخذنا التوجهات نتاع الحكومه وحاولنا نستشيروا برشا خبراء مهمين، خاصه مدام حبيبه الواتي اللي هي عاملتنا برشا في النص، سي محمد صالح فراد على المستثمرين من لاتيك من جمعيه لاتيك، معناتها خذينا برشا وكروسيا. يعني ما سكرتوش على روحكم وخدمتوا وحدكم ليه؟ فتحتوا المجال. هما اللقاءات يجيو صحفيين
يجيو ناس من القطاع، يجيو ناس برا من القطاع، هي تشاورية استشارية اللي قاعدة هذوما، باش احنا بينا نراجعوا انفسنا، خاطر القانون كيما قلت لك وتاخذوا نظرة أخرى زيدا. القانون هيك اللي فيه توجهات عامة، ولكن التفاصيل اللي تخص الأوامر اللي نتمنى أن وزارة الشؤون الثقافية تنخرط في تقنية الإصلاح، وهي باش تتولى إصدار الأوامر إن شاء الله. الأوامر هذه لازم الوزارة يكون عندها اطلاع على أكيد باش تولي الأوامر مطابقة للقانون الجديد. غدوة كيفاش باش يكون اللقاء؟ والله شوف انا لقاء ثالث لي حضره سي هشام في الاصل، لانه هو كان مهتم برشا كيفاش نولفوا بين المركز الوطني للسينما والصوره ومدارس السينما باش ما يبداش عندنا بطاله في قطاع استراتيجي. مالا خلي سي هشام يحكي لنا على الموعد نتاع غدوه. الموعد نتاع غدوه باش يجمع اساتذه في السينما واصحاب قرار في الميدان التشغيلي. المشكل المعادله هي ما بين التكوين والتشغيل. قداش من طالب نجم نستوعبه في السنة المدارس الموجودة متاع الوطنية في تونس، مدارس خاصة ومدارس عمومية وسوق الشغل. المعادلة هذه لازم نلقاو لها حل، بعد نجمو نستوردو ولا نوثقو التقنية هذا الكل في معناتها هدف. الهدف نتاعنا هو تمكين الصناعة التونسية من كفاءات تنجم تمثلها في تونس وبرا. صحيح. شكون باش يشارك فيها غدوة الندوة؟ عندنا سي فتحي الدوري، عندنا سي حمادي بوعبيد، عندنا سي كمال بن وناس، عندنا أساتذة من الليزام، من ليداك، من الأكاديمية دي كارتاج، معناتها باش يجيو يفكروا مع بعضهم في البرامج، في البرامج توحيد البرامج، توحيد البرامج بين المدارس، ينجموا حتى يعملوا شراكات ما بين المدارس، خاطر كل واحدة قاعدة تخدم وحدها. اليوم احنا نحبوا نجمعوا شمل كما قلت لك، ونحبوا هالطاقات الكل تخدم في نفس الاتجاه باش نوصلوا في اقرب وقت الى الاهداف اللي هي يصنعها كل سينما التشغيل، التشغيل قبل كل شيء، خاطر فما برشا سينمائيين اليوم قاعدين يهاجروا، وخاصة في السينما ديما. أنا من وقت اللي تعاملت مع السينما يعني في إنه تلقاه مثلا يخدم فيلم مرة بعد قديش، معناها تلقاه كالفلوس اللي خذيها يقعد يعيش بها 4 سنين، فما شكون وقفوه على خاطر ما صابش سي ان اس اس على روحه، يعني مسائل تهين المبدأ. احنا نحبوا ساعة خمو في المستوى التقني نتاع السينمائي يخرج من المدرسه، شنو اللي نجمو نعطيوه احنا كامل باش ينجم يطور نفسه في ما يقعدش زاد يلوج على خدمه مسمار في حيط باش ينجم يقول لك هيا هذيك على الاقل نضمن شهريه. معناها شكون من الشركاء الاخرين اللي شكون موجودين؟ احنا خاطر زاد فما هدف اخر نحبوا نخلقوا نوع، خاطر مش احنا قوه اقتراح كمنظمه كونكت. الفكره انه وجود المركز الوطني للسينما والصورة بالإصلاحات الجديدة اللي مقترحة، بالقانون الجديد، بخطوط التمويل اللي اقترحها القانون، لأنه كما قلت لك ما غير حتى من ميزانية الدولة، هذا اللي باش يمكن المركز أنه نجم يتدخل مع وزارة التعليم العالي حتى يصير تطوير البرامج التكوين. يعني اليوم للأسف فما مهن ما تتقراش في المدارس تاع السينما، حتى في المدرسة كيما شنو؟ مثلا سيناريست ما تقراش، مثلا رياليتي فيرتوال ما تقراش، مثلا التروناج ما تقراش، ما تقراش صيانه الافلام الرقم اللي نورمال المفروض معناها تتقرا، يعني فما تخصصات ما تتقراش. فالمفروض يكون فما نوع من التعاون بين المركز الوطني للسينما والصوره ومدارس السينما، مثلا يكون فما دورات تكوينيه نجم يتعمل حتى اكاديمي ولا ديبارتمون لي دي فورماسيون في وسط المركز الوطني للسينما والصوره. احنا اون بريفيو سا في مقترح القانون، اون بريفيو وحده خاصه بالموضوع تاع التكوين، لانه هذاك المستقبل نتاع القطاع نتاع الصناعه. دونك لازم كيما تفكر في الفلوس تفكر في شكون باش يخدم الصناعه. فبالتالي قلنا علاش المركز ما يعملش هو الدورات التكوينيه منه، هو خاطر عنده الامكانيات بالقانون الجديد يجيب الناس من برا، يجيب يكون يعمل ورشات على طول معاه، وفي نفس الوقت الناس اللي يجيو باش ينشطوا للورشات هذوما ينجموا يتعداو بالمره المدرسه نتاع السينما. فالتعاون بين المدرسه الاساسيه على الاقل لزاك على احنا لكل ديليت تاعنا كيما فرنسا في جمال مع السي ان سي. دونك قلنا نجيبوا استرعانا وزاره التعليم العالي، السيد وزير التعليم العالي ثبى الرغبه وبعث لنا موافقه معناها انه يحضر، بعث لنا حد اللي هو سي حمادي بوعبيد. سي حمادي بوعبيد المدير اللي اسس ليزاك، دونك هو باش يمثل وزاره التعليم العالي. فما سيد وزير التشغيل زاد كيف
بعث لنا حد باش نواكبوا، لانه وزاره افقيه، وزاره الاقتصاد كيف كيف، وزاره الثقافه، وزاره الثقافه الحقيقه احنا بعثنا، وانا في الانتظار. انا نفهم ان الوزيره ما زالت سانستال، ممكن ما تواصلت مع السيده الوزيره، تكلمنا من هيك معناتها، وفما معناها رد فعل سانستال. دونك انا من احنا القاعده مهمه، احنا بيان سور نبعث من بعد التقرير شنو المخرجات، اما الفكره انه احنا نتمنى انه الوزاره معناتها تدخل معنا في فكره انه اون ترافاي اون سينرجي، معناتها الحكومه بريتو حكومه واحده، والوزارات وزارات تقنيه ولا الوزاره تاعنا لازم الثقافه تنفتح، لانه مش نجم تعمل ثقافه. المشروع مشروع معناها مش اكيد مشروع ليه، مشروع ثقافي بالاساس واقتصادي وما الى ذلك. تبني على البلاد واقتصاد البلاد. غدوه من 9 للماضي ساعه ان شاء الله في فضاء في اللاك في البحيره، عشان كان نقول الاسم النجم نقول الاسم قهوه هي لا هو انكوباتور تبع وزاره تكنولوجيا الاتصال. اي ميسج في لاك في لاك غدوه نهج الشارع ماكلارين، والدعوه مفتوحه للناس الكل، نجم تجي من اهل الصداع. اكيد شكرا لكم، واصلين معكم ديما على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. شكرا للفنان هشام بن عمار اللي هو نائب رئيس المجمع الاقتصاد المهني، المجمع المهني الاقتصاد السينمائي للصناعة السينمائية، والرئيس المنتج محمد علي بالحمرة. غدوة الموعد من 9 الماضي ساعة في اللاك في هذا المقر لنقاش في لقاء فكري، للقاء فكري آخر من لقاءات الخميس اللي نظمها المجمع المهني.